تزال الصورة مجهولة بالنسبة لديه. سنتحدث حول أفريقيا التي تمثل القضية الفلسطينية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وحول هذا الموضوع نرحب بضيفنا عبر الخط الهاتفي الدكتور المحامي فادي شديد، المحاضر في جامعة النجاح الوطنية والمختص في القانون الجنائي الدولي. أسعد الله صباحك بكل الخير دكتور. أسعد الله صباحكم جميعا. أهلا وسهلا بك. يعني بداية، خطوة غادة في الشجاعة وفي الأهمية أن تقوم بها أفريقيا وتحمل الراية لتمثيل القضية الفلسطينية وانتزاع حق القضية الفلسطينية وتجريم إسرائيل على الإبادة الجماعية التي تقوم بها بحق الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، وذلك ضمن مكان يجب أن يتسم ومن المفترض بالتأكيد ويتصف بالنزاهة والعدالة. هل برأيك ستنجح أفريقيا في أداء هذه المهمة وسيكون بالفعل هنالك عدالة حقيقية؟ بداية حول هذا الموضوع أتحدث بأن هذه هي الخطوة الصحيحة بالاتجاه الصحيح. إذا نظرنا إلى المحكمة العدل الدولية باعتبارها صاحبة الاختصاص في النظر وبمحاكمة الدول، انطلاقا من ذلك نرى بأن هناك نقطة جوهرية مهمة جدا في مثل هذا النوع من القضايا. أنا أدعو دائما إلى التفاؤل بشكل إيجابي ولا أنظر إلى الأمور بطريقة سلبية. عندما نظرت محكمة العدل الدولية في عام 2004 في موضوع في جدار الفصل العنصري، ومن ثم صدر قرار بأن هناك اعتداء على الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى ذلك يجب على إسرائيل وقف تشييد هذا الجدار، بالإضافة إلى ذلك التعويض، كان هذا قرار جريء. وإن كان هذا القرار هو عبارة عن قرار ما يسمى بقرار استشاري وليس قرار ذات الطابع الإلزامي، إلا أننا نتحدث اليوم على أن هناك قضية وهي قضية الإبادة الجماعية التي قدمت فيها جنوب أفريقيا. فأنا باعتقادي على حسب اطلاعي على المرافعات وعلى أيضا الدفوع التي تم عملية تقديمها بلائحة ادعاء مكونة من 84 صفحة محكمة وفيها من الأدلة، سوف يكون بمسارها الطبيعي والمسار الصحيح، وإن شاء الله بإذن الله سوف يكون هناك قرار مؤقت أو قرار فوري، وهو وقف إطلاق النار ومن ثم البدء في إجراءات المحاكمة حول موضوع الإبادة الجماعية. لكن دكتور فادي، بصراحة نحن نعلم أن لإسرائيل حليف يعتبر من الدول العظمى والكبيرة والقوية على مستوى العالم، وتمتلك كذلك حق الفيتو في أي قرار يتخذ، وهي أمريكا بالطبع. وبالتالي هل سينفذ القرار أو ستلتزم أمريكا، وخاصة بعد يعني استفسار مع جون كيربي خلال مؤتمر صحفي وسئل أمام الملأ هل ستلتزم أمريكا بقرارات المحكمة إن نجحت أفريقيا بالفعل في يعني الحصول على قرار لصالح القضية الفلسطينية، وتحفظ على الرد عن حول هذا السؤال وقال من السابق لأوانه أن نتحدث في هذه التفاصيل. هل هذا تهرب أم بالفعل يعني سيكون هنالك طرق التفافية لأمريكا، أو لربما مباشرة بالفيتو المعروف الأمريكي ضد القضية الفلسطينية؟ يعني إذا نظرنا على المجتمع الغربي، بداية ينكر ما يسمى بالإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة. يعني على حسب التصريحات العامة وخصوصا السياسيين والقانونيين من المجتمع الغربي، ينكر إنكار تام أن يكون هناك إبادة جماعية. المسألة بحاجة إلى خطوات وتسلسل في الإجراءات. نحن بحاجة إلى إثبات أن هناك إبادة جماعية، وهذه الدعوة التي سجلت بكافة الوثائق الموجودة فيها بكافة البينات والشواهد والدلائل ومن ثم أيضا المقومات كاملة تثبت بأن هناك جريمة إبادة جماعية. في حالة الحصول على مثل هذا القرار، بداية نتحدث على المسار الصحيح، أثبتنا للمجتمع الغربي للعالم ككل بأن هناك جريمة إبادة جماعية، ولا بد من اتباع العديد من الخطوات التي تلي هذه الخطوة. من الخطوات التي نتحدث عنها، بداية اللجوء إلى مجلس الأمن لتنفيذ قرار المحكمة العدل الدولية
الدولية. بالإضافة إلى ذلك يكون هناك إجراء آخر، المحكمة الجنائية الدولية أوجب عليها في هذه الحالة أن تكون بعملية التحرك الفوري والسريع ضد مرتكبي جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية، لأن هناك قرار صدر من المحكمة، من أعلى محكمة دولية في العالم وهي محكمة العدل الدولية، يقتضي بأن هناك جرائم حرب، إذن هناك مسؤولين عن هذه الجرائم. لابد للنائب العام ومن ثم أيضا المحكمة الجنائية تباشر في إجراءات التحقيق ومن ثم أيضا السير في هذه الجريمة لمساءلة الأفراد، لأن محكمة العدل الدولية تسائل الدول ولا تسائل الأفراد، والمحكمة الجنائية الدولية تسائل الأفراد عن الجرائم التي يتم عملية ارتكابها. حتى لو كان هناك ممارسة الحق الفيتو، هذا أمر متوقع لأن الولايات المتحدة سوف تقوم باتخاذ مثل هذا القرار وهذا الخطوة باعتبارها هي الشريكة، والأصل أن يتم إقحام الولايات المتحدة ضمن إطار المحاكمة باعتبارها هي التي مدت في السلاح، فإن مده بالسلاح ومن ثم أيضا ما يسمى التبريرات والمبررات التي تقوم بها ومن ثم أيضا التحريض على القضاء على المقاومة الفلسطينية بكافة أشكالها، هذا نوع من أنواع الاشتراك الجرمي في مثل هذا النوع من الجريمة. فكنت أتمنى أن تزج حتى أمريكا في هذا الأمر، ولكن اقتصرت هذه الدعوة على إشاعة على الجرائم التي يتم ممارستها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في هذه الحالة. أنا باعتقادي لو كان افترضنا جدلا لأننا لم نحصل إلى مسألة التنفيذ، لكن هناك قرار يتم التمسك به بأن هناك جرائم إبادة جماعية، وهذا النوع من القرارات لا يسقط بالتقادم. مسألة التنفيذ ممكن أن لا ينفذ بشكل فوري وبشكل مباشر، ولكن هو محرج لكثير من الدول، محرج للغرب، محرج للأشخاص الذين وضعوا هذه التشكيلات في هذه الحالة. فباعتقادي أنه رح يكون هم بداخل مأزق، وبالنتيجة سوف يتم تنفيذ هذا القرار حتى لو كان لاحقا، لأن هذه القرارات لا تسقط بالتقادم، لأن جرائم الحرب لا تسقط بأي حال من التقادم حتى لو طال عليها الزمن. وربما بهذا القول الذي سبقت فيه بالإجابة حول استفسار من البعض الكثير ما يسأل ويستفسر، ما الجدوى وما الفحوى من يعني مثل هذا التمثيل إذا كانت أمريكا لن تأخذ ولن تنصاع لأي قرار، قصدي الزور من المحاكم، وأنت أجبت دكتور فادي قبل قليل بهذه الكلمات بالإحراج الذي سيتسبب لمثل هذه الدول، بالإضافة إلى عدم سقوط مثل هذه القرارات بالتقادم، وستبقى وصمة عار على مثل هذه الدول المشتركة في جرائم الإبادة في قطاع غزة وللحق الفلسطيني بشكل عام. إجمالا، هل من المفترض أن يعني تأخذ وقتا طويلا مثل هذه القضايا دكتور؟ يعني بحاجة لوقت زمني وسقف زمني طويل؟ يعني باعتقادي خلال يعني أسابيع قليلة، خلال أيام يعني معدودة سوف يكون هناك قرار، لأنه محكمة العدل الدولية هي تنظر في صفة الاستعجال في جزء من هذه القضية، ومن أهم مقومات هذا الجزء من القضية هو وقف العدوان على قطاع غزة. في هذه الحالة هذا الأمر راح تم في سماع المرافعات، مرافعات الادعاء، ومن ثم أيضا مرافعات الجهة المدعى عليها اللي هي سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وباعتقادي احنا في النهايات بعد سماع هذه المرافعات سوف تحجز ملف هذه الدعوة لما يسمى للقرار، ومن ثم يكون هناك قرار صادر على المحكمة. الأمر لن يطول كثيرا، خصوصا في جزئية وقف العدوان على الاحتلال. ممكن البحث في موضوع جريمة الإبادة يحتاج نوعا ما إلى وقت إضافي، خصوصا في عملية تقديم البينات، ومن ثم أيضا إعطاء فرصة للطرف الآخر في إمكانية تقديم الدليل المضاد إن كان لدي دليل المضاد، على الرغم من هذه الأدلة الساطعة، ولكن هذه حال القضاء يمنح دائما الضحية، يمنح عفوا الجهة المتهمة في ارتكاب أي فعل بحق في الدفاع عن نفسه في هذه الحالة. لكن القرار المبدئي اللي راح يصدر أنا باعتقادي راح يكون سريع جدا، باعتقادي خلال أسبوع أسبوعين أيامات قليلة سوف يكون هناك قرار في وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة. هذا ما نتمناه، ونأمل إن شاء الله أن تكون بالفعل هي خطوة أمل بالنسبة لأهلنا في قطاع غزة ولفلسطين. أشكرك جزيل الشكر الدكتور المحامي فادي شديد.